اليوم راح نتحدث بفقرة ثقف نفسك عن الساعة البيولوجية تحدد الوقت الأفضل لتناول أدوية الضغط. ووجدت دراسة أن الأشخاص الذين يعانون ارتفاع الضغط ويتناولون أدويتهم وفقا لساعتهم البيولوجية قد يكونون أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية، أعوذ بالله. وكشفت الدراسة التي أجريت في جامعة دندي أن نمط الساعة البيولوجية للشخص أي وقت الاستيقاظ والنوم قد يؤثر في تفاعله مع أدوية الضغط. وأكمل أكثر من 5000 شخص استبيانا في الدراسة لتقييم نمط الساعة البيولوجية لديهم، إذ اختار نصفهم تناول خافض ارتفاع الضغط عند الصباح والنصف الآخر يتناوله عند المساء. ووجدت كلية الطب في جامعة داندي أن الأشخاص من ذوي النمط الصباحي الذين يتناولون دواءهم عند الصباح كانوا أقل عرضة للنوبات القلبية مقارنة بالذين يتناولونه في المساء. هذا دائما نقولها أنه قضية التناول الدواء، قضية العلاج، قضية المشافة مختلفة من شخص إلى آخر. مثل ما نقول أنه هذا الدواء ينصح ويا نفسي، هذا ما ينصح ويا آخر. لذلك المختص دائما من يعطيك العلاج، يعطيك الدواء، يقول لك أنت عندك ضغط، عندك سكر، معدتك بها كذا، كل هاي الأمور تأثر على الضغط. وهسه هاي الدراسة يقول لك حتى الساعة البيولوجية اللي هو جسمك أنت شو وقت مرتاح، شو وقت ينام، شو وقت يقعد تفرق من شخص إلى شخص. هو نفس الدواء، نفس العلاج، نفس المرض، ولكن يفيدك أكثر بكذا وقت والآخرين بوقت آخر ما يفيدهم.